طيب الله أوقاتكم وأسعدها جميعا، ونستكمل الباب السادس في أدوات جمع البيانات في الدراسات وطرق علوم بحث الصحة، وهي الاستبانة. دعونا نرى كيفية استخدام الاستبانة وما هي وأجزائها وتفاصيل الاستبانة في أدوات جمع البيانات. الاستبانة تعرف الاستبانة أو الاستبيان هو وسيلة لجمع البيانات، قوامها أو مبدأها الاعتماد على مجموعة من الأسئلة ترسل إما عن طريق البريد لمجموعة من الأفراد أو المجتمعات، أو تنشر على صفحات الجرائد والمجلات أو طريق التلفزيون أو الإذاعة أو طريق الإنترنت أو طريق وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا، حتى يجيب عليها الأفراد ويقوم بإرسالها إلى الشخص أو الهيئة المشرفة على البحث، وتسلم المبحوثين ليقوموا بملئها، ثم يتولى الباحث هنا جمع هذه الاستبيانات. وهي تعتبر أيضا أحد أكثر النتائج لجميع الجوانب في البحث الاجتماعي استخداما، وهي الاستبيان. الاستبيان هو الوسيلة الشائعة في جميع أنواع الدراسات التي تقوم في البحث الاجتماعي. على الرغم من أن هناك العديد من الوسائل اللي بيتم استخدامها لجمع البيانات، فالاستبيان وسيلة بسيطة، وتستخدم أيضا وسائل أخرى أكثر وسائل جمع البيانات شهرة وانتشار. لا شك أن مثل استخدام هذا الاستبيان حتى إني أنا أقدر أجمع بيانات، كونها وسيلة مهمة جدا لدى الباحثين، وأيضا الاتجاه يعتبر له يعني صورة لجمع البيانات هنا، الوقت والقياس من الوظائف الأساسية للاستبيان، وكل أنواع الاستبيانات هنا لها نفس هذه الوظائف، وهي الوقت والقياس واختصار الزمن والمبادئ التي سوف تجري قياسها في استخدام هذا الاستبيان. هذه من الوظائف الأساسية. عامل الوقت اللي في المبدأ الأول قبل قليل، نقصد هنا بالوقت هو توفر البيانات التي أريد الحصول عليها عن طريق استخدام الاستبيان في المجتمع، وفقا لخصائص هذا المجتمع أو خصائص هذه الأفراد أو المجموعات البحثية، أو كما أوجب في الخصائص التي أريد جمعها في الاستبيان، مثل النوع اللي هو الجنس يعني ذكر أو أنثى، العمر، مستوى التعليم، المهنة، الدخل، وما إلى ذلك من الهيستوري أو السي في زي ما شرحت في المحاضرة السابقة. الوقت الدقيق أو الصغير لهذه العناصر ضروري جدا للباحث، ضروري، والباحث أيضا للكشف عن العلاقة ما بين مختلف العناصر والمتغيرات ومشكلة البحث مع هاي السي في أو البنود هاي الأساسية، كما أنه يساعد على استكشاف مجتمع الدراسة. مجتمع الدراسة هي عينة الأفراد الشاملة بخصائصها، نوعها، عمرها، مستواها التعليمي، مهنتها، الدخل، السكن، الوظيفة، كل هاي الأمور البديهية اللي هي المعلومات الديموغرافية اللي أنا بدي أستبينها من أفراد المجتمع. أيضا الوقت يساعد على التعرف على الخصائص الاجتماعية لمجتمع الدراسة، مش عينة الدراسة، أنا بتكلم عن مجتمع الدراسة. وهنا سيساعد الباحث في مسألة تحديد العلاقة التي تربط الخصائص هاي الاجتماعية بمجتمع الدراسة وموضوع الدراسة التي يود الباحث التعرف عليها. مثال: لو أردنا أن نتعرف على أثر عامل معين على وجود ظاهرة اجتماعية، لا شك أن ردود الفعل نحو هذه الظاهرة يختلف باختلاف الجنس أو النوع اللي هو ذكر أو أنثى. الذكور لهم آراء في هذه الظاهرة الاجتماعية، والإناث في نفس المجموعة لهم آراء في هذه الظاهرة الاجتماعية.
كما أن أثر هذه الظاهرة الاجتماعية يختلف من اختلاف العمر، خصائص الشباب، مرحلة المراهقة، مرحلة الكهولة، هكذا. إذا بدي أنا أصنف الأعمار هنا، يعني مثلا هنا الخصائص في الأعمار في الشباب تختلف عن خصائص الأعمار في مرحلة المراهقة ومرحلة الشيخوخة وكبار السن. أيضا الخصائص النفسية والاجتماعية تختلف بعضها عن بعض، ممكن أحيانا يكون في أثر إلى الاستجابة لعامل وجود مثلا على وجود ظاهرة اجتماعية أيضا بما يتعلق بالعمل أو المهنة أو الدخل. قد يكون بعض المهن مرتبط بهذه الظاهرة الاجتماعية سببها المهنة، كما يتعلق بالمستوى الاقتصادي أيضا، يكون المستوى الاقتصادي ممكن له تأثير في وجود هذه الظاهرة، أو زي مثلا الزواج أو الأرامل أو الحالة الاجتماعية أيضا لها أثر المستوى الاقتصادي عليه، يعني متزوج أو غير متزوج، الدخل، نسبة الدخل، المستوى الاقتصادي للأفراد، كله بيأثر على هاي البيانات. إذا الوقت اللي هو المرحلة الحالية اللي أنا بجري عليها الدراسة يشير بنا لهذه البيانات التي سنستخلصها والتي ستساعدنا في التعرف على أثر تغيرات أو تغييرات الدراسة في وجود علاقة في خصائص اجتماعية لمجتمع العينة. نمرة 2، القياس. ما هو القياس؟ القياس هو قياس اتجاهات الرأي للأفراد والجماعات حول الأشياء أو المواضيع التي يظهر الباحث أو يظهر الباحث في قياس اتجاهات الرأي نحوه. هذا إذن القياس بالنسبة للاستبيان، يساعدنا في التعرف على قياس الاتجاهات تحت الرأي العام. كيف يعني؟ بحيث أننا نطبع البيانات التي نستخلصها من الاستبيان، ثم نستطيع أن نقيس اتجاهات الرأي نحو قضية الدراسة التي يود الباحث عمل الدراسة فيها، وفيها يعني خلال الشرح توضح أكثر. يفيد الباحث مثلا في حال أن أفراد البحث منتشرين في أماكن متفرقة ويصعب الاتصال بهم شخصيا، أي عندما يريد الباحث أن يعمل دراسة وتكون مجتمع الدراسة هنا المجتمع كامل متفرق تفرق كبير، يعني زي مثلا قطاع غزة من الشمال للجنوب متفرق. من خلال الاستبيان نستطيع أن نجمع آراء من أقصى الشمال لأقصى الجنوب في قطاع غزة بوسيلة استخدام الاستبيان، وبعد ذلك يستطيع أن يتعرف على آراء هؤلاء الناس في مختلف الأماكن الجغرافية المتفرقة نحوها علاقتهم بهذه الظاهرة المعينة. إذن الاستبيان يفيد الباحث في حالة أنه أفراد البحث منتشرين في أماكن متفرقة ويصعب الذهاب إليهم شخصيا في المناطق البعيدة أو النائية أو مختلف المدن. مزايا الاستبيان أيضا يتميز بأنه الاستبيان قليل التكاليف وقليل الجهد. من مزايا الاستبيان بشكل عام، الباحث ممكن يعمل الاستبانة وتكون الاستبانة محكمة، هنا ضرورية جدا، محكمة يعني إيش؟ رأوها أو قننوها أو أبدوا آراءهم فيها مين؟ مجموعة من الخبراء لهم علاقة بموضوع البحث، هاي موضوع التحكيم. يعني لازم الاستبيان قبل ما أنت توزع على الناس تعرضه على محكمين، زي حكم كده يقول لك ان الاستبيان له مصداقية ولا ملوش مصداقية. طبعا هدول مجموعة من الخبراء انت بتختارهم لهم علاقة بالتخصص. يستطيع من خلالها الباحث ان يفترض فقط اوراق يعدها ويكتبها بناء على التعرف على دراسته التي يود عملها. فهي هذه بالشكل هذا تعتبر قليلة الجهد والتكاليف، يعني هي يفترض الاسئلة وبصيغ الاسئلة وبعمل مجتمع الدراسة وبيحدده وبروح ايش بصمم الاستبيان، فرخيص وما بكلف كتير. ايضا من المزايا انه الاستبيان بيعطي للمبحوثين، المبحوثين هم الافراد اللي جرى عليهم البحث، بيعطيهم ايش فرصة كافية للاجابة على الاسئلة بدقة، يعني مش مستعجل، الاستبيان موجود عندك عبيه براحتك انت كفرد من افراد المجتمع واعطيني اياه او ابعت لي اياه أو حطه في المكان اللي إحنا بنقول لك عليه حتى يتم جمعه بسهولة.
هذا ما يتعلق في الاستبانة، أنها تساعد على قضية التعرف أو إعطاء الفرصة للمبحوثين أن يجيبوا بشكل يستوعب فيه المجال. يعني لازم تكون كمان الاستبيانة الصيغة بتاعتها بسيطة وما فيش فيها أسئلة معقدة ومصطلحات إنجليزية، ليش؟ لأنك بتخاطب عامة الشعب. عشان هيك لما تكون الورقة أمامهم ما عليهم إلا يفكروا في الإجابة هيك بالعامية، وهذا طبعا بيعتبر عكس قضية ما يتعلق بالمقابلة. ليش؟ المقابلة تكون أحيانا فيها الإجابات عفوية أو تلقائية، ممكن إيش ما يركزش المبحوث معك أو فرد من أفراد المجتمع تسأل السؤال يجاوبك عشوائي. لكن بالعكس لما تكون الورقة قدامه ما فيش حد بيجري وراه، ما فيش حد عنده، بيفكر في الإجابة بتأني، بيعطيني هنا مصداقية أكثر في الإجابات على الاستبيان أكثر من المقابلة الشخصية. الاستبانة عندما تكون حسب ما يقصد بها أن الباحث يضع الأسئلة التي يود أو أعد الاستبانة بشكل نهائي وحكمها طبعا يعني مع المحكمين في الغالب نفس التخصص ونفس الفرع، زي مثلا الإحصاء إذا بده يعرضها إحصائي أو خبير في المجال المهني التي يود أن يقيم الدراسة، فستكون إيش الأسئلة معدة بشكل عام. بشكل عام هنا المحكمين في الغالب هم اللي بيحددوا كيف السرد، ثم بعد ذلك بيضعها على شكل جدول، والجدول هذا من ضمن الاختبارات اللي يضعها الباحث، أحدها موجود في الاستبيان. مثلا وقوف اختيارها، يعني مثلا مدى ارتباط اتصالك بالدراسة في مع الاستبيان، وقوع الاختيار فيما يتعلق باختيار الاستبيان من الناحية النظرية، يعني عندما يكون بعض الباحثين تكون بالنسبة لهم واضحة لكن حينما يطرحها للمبحوثين قد يكون هناك في نوع من الغموض. يعني لازم الاستبيان انت فاهمه، انت عارفه كباحث ايش انت مكونه وايش الاسئلة اللي فيه وايش مفترض انه يجاوب عليها، لكن لما توديها للناس بصير ايش الاشي مبهم وغامض. عشان هيك التحكيم بيساعدك على عرض الاستبيان على المبحوثين بشكل كتير سلس. ليش؟ لانها عند عرضها على قضية على المحكمين والمحكم بيعطي رأيه فيها بجانب وضوح الدراسة، أيضا طبعا بدك ترفق معها اللي هو البروبوزل تبعك اللي هو خطة البحث، حتى أنه المحكم هنا يقارن الاستبيان حيعطي نفس نتائج الأسئلة وإجابات الأسئلة والفرضيات اللي أنت بتفترضها ولا لا. فعشان هيك وضوح الدراسة في قضية مدى ارتباط الأسئلة بالدراسة والاستبيان التي يود بها الباحث هنا لازم ضروري جدا، هاي مهمة. المحكم أيضا بيساعد الباحث في تحكيم إنه الدراسة ممكن أو الاستبانة بتؤدي الغرض أو لا تؤدي الغرض التي أعدت لدراسته في هذا المجال. فإذا المصداقية هنا حتكون عالية في المقارنة ما بين الأسئلة وأهداف الاستبيان، حتى إنه يكون في إيش الرأي النهائي. فالأفضل عرضها على المحكمين حتى نجد مدى الترابط ما بين الأسئلة ونتائج الدراسة لاحقا. من المزايا أيضا يوفر الاستبيان التقنين أكثر من أي وسيلة أخرى. التقنين إيش؟ الباحث عندما يعد الاستبانة ويضع فيها الأسئلة وتحكم هذه الأسئلة وتكون هاي أسئلة معينة، خيارات هذه تكون إيش قابلة للقياس، وهذا اللي بدك المحكم هنا يقول إنه الإجابة على السؤال هذا قابل للقياس أو لا، أو قابلة للتمهيد اللي هو الشرح والتبسيط، فيما يسمى بإدخالها بجهاز الحاسب الآلي. يعني هل ممكن برمجتها على جهاز الحاسوب اللي هو استخدام مثلا الاس بي اس اس أو برامج الإحصاء اللي بدها تحصي إجابات الاستبيان، لأنه يعني ما بينفعش الاستبيان يترك فيه إجابة واحدة من غير تفسير، لازم كل الإجابات تاعت الأسئلة تاعت الاستبيان تدخل على جهاز الحاسوب ويتم التعامل معها لأجل التعرف على ما يتعلق بالمعادلات والمعاملات الإحصائية. وهنا الخبير الإحصائي بيقدر يقول لك الاستبيان تبعك مترابط والنتائج حتكون كتير كويسة وإلها علاقة بدراستك.
فالاستبانة تعطي نقطة كبيرة جدا للتقويم. أما أن أضع سؤال ثم أضع أمامه عدة اختيارات، أو أما إيش أنه الجواب يكون نعم أو لا، أو يكون الجواب كتابي كلمة واحدة فقط، وهنا ممكن أنا أدخلها في الحاسوب اللي يقدر يحسب الكلمات هذه ويقدر يفسر نتائجها بعد ما يتم استخدام الاستبيان. مثلا الليكرت سكيل تبعنا، الخماسي أو الرباعي أو السباعي أو السداسي، على حسب ما أنا أرى في علاقة الأسئلة بالإجابات. يعني مثلا في إجابات موافق بشدة، موافق، غير موافق، غير موافق بشدة، موافق نوعا ما، ففي إيش تسلسل هنا منطقي. كل واحدة من هاي الخيارات تكون بشكل عام تعطي الباحث ما يستطيع تدوينها لأرقام. يعني أنت بتفسرها مثلا موافق بشدة مثلا 5، موافق 4، غير موافق 3، غير موافق بشدة 2، موافق نوعا ما 1. طبعا فيش صفر، صفر اللي هو ممكن يكون لا أعلم أو شيء زي كده. هاي الأرقام بعد ما تترجم وتتفصل لأرقام هاي الإجابات، بروح إيش بندخلها على الحاسوب، على جهاز الإحصاء أو برنامج الإحصاء. التقنين المقصود فيه أن يكون نوع من الأسئلة أنه إيش تقدر تحولها من أسئلة مكتوبة إلى أرقام يستطيع التعامل معها إحصائيا، اللي هو برنامج الإحصاء اللي هو أس بي أس أس. عشان هيك بعد هيك بتخرج النتائج وبيستخلصها في مراحل، ثم ما بتعلق بمعاملات إحصائية، ما يتعلق بمعاملات إحصائية والمعاملات هاي بشكل عام تستخدم بكثرة، فهذه بتساعد في قضية التعرف أو مدى وجود العلاقة ومدى قوة العلاقة ومدى اتجاه العلاقة وما ترابط العلاقة بين العوامل المؤثرة فيها. فالإجابة على السؤال هذا من عدة أشخاص، يعني ممكن شخص يجاوبه 50% يجاوبوا موافقين، 20% يجاوبوا غير موافقين، 10% يجاوبوا موافق نوعا ما، فبتعطي تباين في الآراء. فالإحصاء بيجيب قديش كل إنسان وفئة وإله علاقة أو ما إلهش علاقة. 5 مزايا الاستبيان أيضا يسمح بالحصول على بيانات حساسة ومحرجة، أي أن الباحث يضع الأسئلة أو بعض الأسئلة التي تكون حساسة يتعرض لها، فيقوم بهذا الشيء أنه بذلك المبحوث يستطيع الإجابة أو الإفادة عن بعض الأسئلة بالإجابة على بعض الأسئلة هنا التي قد يصعب على الباحث الحصول عليها باستخدام المقابلة. يعني ممكن أنا أسأل سؤال صعب أنه يجاوبني عليه الناس شفهي، ليش؟ لأنه محرج، لكن على الورق ممكن يقول لك آه أو لا، ويكتب بدون إحراج لأنه مش شايفك. وهنا البيانات الحساسة والمحرجة اللي بدي أحصل عليها من المجتمع بإمكاني استخدام الاستبيان فقط للحصول عليها. أنواع الاستبانة، الأنواع هنا لا يتقيد الاستبيان بطول أو عدد أسئلة أو موضوع أسئلة معين، فيمكن أن يكون على شكل كارت بريدي أو ربما مئات الصفحات أو ربما إلكتروني عدة روابط وهكذا. وهذه بالتحديد يعني طول وطبيعة محتوى وطريقة إدارة وتوزيع الاستبيان ضرورية جدا حتى إني أقدر إيش أعمل. العديد من الاعتبارات لازم تأخذها في البال التي يمكن أن يصنف على ضوءها الاستبيان. يعني مثلا بدي أصنف نوع الإجابة المطلوبة من حيث توزيع نوع الاستبيان. يعني مثلا الاستبيان الإجابات فيه يس أو نو أو مختصر على الليكرت سكيل اللي وريتكم إياه قبل شوية، أو اتجاه واستبيان مغلق أو استبيان مفتوح اللي هو الأوبن إندد كويستشن أو الكلوز إندد كويستشن اللي إحنا بنتكلم عليه. فهذا الكلام بيكون استبيان مفتوح أو استبيان مغلق. خلينا نشوف مع بعض الشرح مسهب على هذه المفاصل. الاستبيان المغلق أو الاتجاه المغلق هو الحصول على أسئلة وإجابات وتكون الأسئلة مغلقة، بحيث أن الباحث يستطيع أن يضع ويعد الاستبيان ثم بعد ذلك يضع الأسئلة، أي يختار من الأسئلة التي أعدها مسبقا الباحث، ويسمى هان الاستبيان المغلق. يعني أنت بتعمل أسئلة وإجاباتها،
او الاسئله بتكون ايش مغلقه، بحيث انه الباحث يكون ايش انه يقدر يعد الاستبيان. يعني الاستبيان له يحتوي على اسئله مصنفه ومحدده. الاستبيان المفتوح يعطي فرصه للمبحوث اللي هو الناس اللي بدها تجاوب الاستبيان انه يجيب بشكل مفتوح للاجابه، يعني مش زي الاستبيان المغلق محدد الاجابه. يعني انا حاصرك في اجابه في الخمسه هذول، بدي تجاوب لي من واحده من الخمسه هذول، وهذا الاستبيان المغلق، او يس او نو، نعم او لا. يعني الجواب عندك مغلق لاثنين بس، يس او نو. لكن هنا الاستبيان المفتوح ممكن انا ادي المجال للمبحوث انه يجاوبني بشكل مفتوح. يعني الباحث حينما يضع السؤال ويقوم المبحوث بالإجابة بالأسئلة وتكون أيضا مفتوحة، وهذه فيها نوعين من الفرص، أو إعطاء فرصة كبيرة جدا للأفراد أنه يجيب على الأسئلة، وتكون الباحث أو الباحثة بتعرف عن مجتمع الدراسة بشكل أفضل. وهنا يعني بشكل عام هيك انتو كبنات صبايا في الإدارة الصحية ممكن ايش تعرفوا كتير عن مجتمع الدراسة بالاستبيان المفتوح، ولكن الغلبة هان في الإحصاء. يعني إذا كل واحد بده يجاوبني رأيه وبده يكتب، هنا فيش برنامج إحصائي بحلل هذا الكلام، لكن أنا بدي ألخصه بأسلوبي، والذي يعتبر من أحد السلبيات في الدراسات. الجانب المفتوح أيضا في نوع من التعرف على الأشياء الجديدة وحديثة، وبتبين معايا ليش؟ لأنه أنا ما شفتهاش قبل هيك، لم يطلع عليها الباحث، وفيها نوع من التوجيه أو ما يسمى بالتوجيه الأسئلة المغلقة. تكون فيه هنا التوجيه الإجابة موجهة نحو نوع معين من الإجابات، زي اللي إحنا حكينا عليها، موافق، موافق بشدة، غير موافق، موافق نوعا ما، وهكذا، أو نعم أو لا، بناء على رأي الباحث طبعا، لأنه ليش هو بده يوصل لقرار معين في بحثه. لكن الأسئلة المفتوحة بتكون الإجابات من المكتوب مفتوحة بشكل يسمح للباحث أن يتعرف على أكثر الإجابات للمبحوثين، ويكون فيها فرصة بعيدا عن التوجه من الباحثين للمبحوثين. يعني انت بتركزش هنا على الاجابات تبعتك كباحث، بتسيب للمجتمع يقول رايه، ولكن الاراء هاي المختلفه بدك تعملها سورتنج، اللي هي بدك تعملها تجميع، تصنيف، تشوف مين اقوى رد وهو اللي انت تستخدمه في بحثك. مثال السؤال المغلق، مثلا هل تؤيد تحديد المهر؟ مثلا هنا مغلق عندك نعم او لا فقط، هذا موجه ومحدد زي ما احنا حكينا، ما بيخرج عن هاي الاطاريه. لكن مثلا سؤال مفتوح، يعني مثلا بدي اسال سؤال مفتوح، ما رايك بالمهور الموجوده في المجتمع الفلسطيني؟ الاجابه هان حتعطي فرصه للمبحوث، للناس، حتى انها تجاوب، والموضوع ذاته اصلا انه يكون ايش ينتشر فيه النقاش. لكن العيب في هذا النوع زي ما انا حكيت في التحليل، حتى انك حتقابل صعوبة كبيرة جدا في التعامل معها احصائيا ومن حيث تحليلها، وهذه بدها ايش تحليل معمق من اخصائي احصاء. عيوب الاستبانة، زي ما في لكل اشي محاسن في له عيوب. عيوب الاستبانة، الاستبيان يعتمد على القدرة اللفظية، فانه لا يصلح الا اذا كان المبحوثين مثقفين، يعني لازم يكون يعرف يقرأ أو بيعرف إيش مكتوب وماذا تقصد بسؤالك أو بالسرد اللي أنت حاطه، السؤال اللي أنت حاطه في الاستبيان، وإلا ستضطر لتعبئة الاستبيان مع المبحوثين، وأنت اللي تفسر له إياه باللغة العامية أو اللغة الدارجة في الفئة المجتمعية المبحوثة، أو على الأقل بيفهموا شو القصد. اثنين من العيوب تتطلب استمارة الاستبيان عناية فائقة في الصياغة والوضوح والسهولة والبعد عن المصطلحات المعقدة والفنية واللغة العربية الفصحى الشديدة والعميقة. لا، لازم تكون لغة عربية مبسطة فصحى، أي نعم، ولكن مبسطة، وممكن إيش بالعامية العامة، يعني الغير مفهومة بشكل سلبي، يعني
الكلام فيها واضح والكلام فيها طبقا لمفاهيم الفئة المبحوثة في المجتمع. نمرة 3 من العيوب: لا يمكن الرجوع للمبحوث في حال غموض معلومة، لأنه لا يكتب اسمه على الاستبيان. وهي من الأخطاء اللي بيرتكبها الباحثين بشكل كبير، إنه بيخلي الناس تكتب أساميهم وأرقام جوالاتهم، وهذا طبعا خطأ شائع كبير وغير صحيح، وهنا له في الجانب الأخلاقي للدراسة. ليش؟ لأنه لو ما عجبتكش الإجابة ممكن تتصل وتستفسر على الناس وتسأله إيش اللي أنت جاوبته هذا. ما هنا ما فيش سرية بصير في الموضوع، أو ما فيش رأي شخصي، أنت بدك تحصل على مصداقية في الإجابات. هذا الكلام ممنوع إنك تحطه. عشان هيك أيضا من العيوب هذه، وبعتبروها هنا من العيوب. ليش؟ لأنه ما بقدر أنا أرجع، عشان هيك هو في الحقيقة إنه ممنوع أرجع، ولكن هنا من العيوب إنه أنا علشان المعلومة غامضة مش معروفة من مين، ما بكتبش اسمه المبحوث الفرد، تعتبر المعلومة غامضة ولا يمكن الرجوع إلها، وهذه تعتبر من عيوب الاستبيان. شكرا لكم على حسن المتابعة، وأرجو دوام متابعة قناة اليوتيوب دكتور عطا محمد القيسي لكل ما هو جديد. طيب الله أوقاتكم جميعا، وإلى محاضرة أخرى إن شاء الله.